فاز العالمان الياباني شينيا ياماناكا والبريطاني جون جوردن بجائزة نوبل للطب في علوم وظائف الأعضاء لهذا العام، بحسب ما أعلنت لجنة نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم أمس. كيفية فهم نمو الخلايا والكائنات الحية، هكذا وصفت الأبحاث التي قام بها العالمان الياباني شينيا ياماناكا والبريطاني جون جوردون، وهي الأبحاث التي منحتهما معا جائزة نوبل للطب. ياماناكا وجوردون اكتشفا إمكانية إعادة برمجة الخلايا الناضجة لتصبح متعددة الاستعمالات، ويمكن تحويل تلك الخلايا البالغة والمتخصصة إلى خلايا غير ناضجة مجددا قادرة على النمو داخل جميع أنسجة الجسم. وبمعنى آخر، فإن هذا الشخص في اليابان كانت العربية عرضت قصته سابقاً في حلقة خاصة من أوساكا. المريض هذا كان يعاني من فشل في عضلة القلب، فقد أخذت خلية من جلده تم زرعها، وبعد نموها زرعت في عضلة قلبه المريضة التي استطاعت أن تحل محل الخلايا المصابة. ويعمل الياباني شينيا ياماناكا طبيباً وباحثاً في الخلايا الجذعية ومديراً لمركز بحوث الخلايا المحفزة والتطبيق، كما يعمل أستاذاً في معهد العلوم الطبية في جامعة كيوتو اليابانية، وهو أيضاً الرئيس الحالي للجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة. وفاز في السنوات الماضية بعدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة وولف في مجال الطب عام 2011، وجائزة كيوتو في مجال التكنولوجيا الحيوية والطبية، وجائزة بالزان في علم الأحياء عام 2010. أما زميله البريطاني جون جوردون فهو عالم أحياء معروف بأبحاثه الرائدة في الزراعة النووية والاستنساخ، ويعمل باحثاً في جامعة كامبريدج البريطانية، كما منح جائزة ألبرت لاسكر في الأبحاث الطبية. وأفادت لجنة نوبل بأن العالمين غيرا نظرة العلماء في نمو وتخصص الخلايا بشكل جذري، وقدما فرصاً جديدة لدراسة الأمراض وتطوير وسائل العلاج والتشخيص من خلال إعادة برمجة الخلايا البشرية. رشخيات العربية. طبعا سنتحدث أكثر عن أهمية هذه الأبحاث. ينضم إلينا عبر سكايب من أوساكا، مظبوط؟ صحيح، أوساكا. صفوق الشمري، أهلا وسهلا فيك دكتور في صباح العربية. الوقت عندكم طبعا بعد الظهر أصبح إذا مش العصر. بداية دكتور، أهمية يعني هذه الأبحاث وأنت لك يعني ضلع في ذلك، قد ايه من الممكن أن يستبشر الناس بها خيرا من أجل التقدم الطبي وإيجاد علاجات لأمراض ما زالت مستعصية حتى اللحظة؟ أولا صباح الخير عليكم جميعا وشكرا. طبعا الاكتشاف حق الدكتور ياماناكا أهميته تنبع أنه يعتبر خرق، لأنه كسر واحد من المسلمات الكونية. مسلمات اللي هو أنه كلنا نعرف أن الزمن يمشي إلى الأمام، يقدر. فهو كسر المسلمة هذه بأنه رجع من خلال برمجة الخلايا أنه يأخذ خلية مثلاً عمرها 50 سنة أو يكون ببرمجتها ترجع إلى عمر 4 أيام. طبعاً أهمية الموضوع، أنت حالياً أنت تأخذ أي خلية، مش خلايا جذعية، أي خلية من الجسم خصوصاً خلايا الجلد، يعني المصدر عندك صار مفتوح. سابقا كنا نروح للنخاع العظم ندور على خلايا معينة، حاليا لا، أي خلية تأخذها من خلية عادية تبرمجها ترجعها إلى عمر 4 أيام، لما ترجع إلى عمر 4 أيام تصير خلايا جذعية، تقدر تحولها إلى 220 نوع من الخلايا الأخرى. يعني تأخذ خلية جلد تحولها إلى 4 أيام وتحولها إلى قلب، إلى كبد، إلى رئة. أيوة. إلى بدون أي مشكلة. أيوة. فهذا هذا الإنجاز اللي أيوة. طب دكتور صفوق، تتذكر طبعا لما زرناك في اليابان قبل كده واطلعنا على أبحاث دكتور سوا اللي هي برضو في الخلايا الجذعية، وكان طبق هذه الأبحاث على مريض، على كذا مريض، وتم شفائهم من أنه كان عندهم فشل قلبي وصار قلبهم جديد، يعني بمثابة الجديد بالخلايا الجذعية. هذه الأبحاث إيش علاقتها بأبحاث دكتور ياماناكا؟ طبعا البروفيسور ياماناكا وبروفيسور سوا هم أعز أصدقاء هنا في اليابان. أيوة. البرنامج حق ياماناكا وبروفيسور سوا في برنامج مشترك لأبحاث القلب اللي هو برئاسة الدكتور ياماناكا وبروفيسور سوا. نعم. بين جامعة كيوتو وجامعة أوساكا.
بالإضافة إلى أنت تعرفين أنه يامناكا هو رئيس الجمعية العالمية للخلايا الجذعية، وساوا برضه هو رئيس الجمعية اليابانية للخلايا الجذعية، فأبحاثهم عندهم أبحاث مشتركة. نعم. إذا كنت تذكرين قلنا حنا الـ IPS اللي اكتشفها يامناكا هي خلايا عالية الجودة اللي كنا نستخدمها سابقا في المرضى، خلايا متوسطة الجودة. أيوة. خلايا عالية الجودة اللي هي الـ IPS مستقبلا راح نستخدمها في المرضى، وحنا حاليا استخدمناها في الحيوانات ونجحت. فغالبا انه خلال الفتره القادمه راح نستخدم نفس التقنيه هذه مستقبل القريب لعلاج المرضى. طبعا النجاح اللي صار في المرضى كان بخلايا متوسطه الجوده، نتوقع انه النجاح راح يكون مضاعف الى مرتين او ثلاث اضعاف لما نستخدم الاي بي اس عاليه الجوده حقت يامناكا. طيب اذا انطلاقا من ابحاث يامناكا وانت يعني تتشارك معه بهذه الابحاث وبتقول انه في يعني خلايا عاليه الجوده، هل هذا يعني انه ستكون لها علاقه علاجيه بامراض معينه محدده؟ الاي بي اس زي الجوكر ممكن تتحول الى 220 نوع من الخلايا. اها. فالاي بي اس لما كانت عندنا مشكله لما نسوي البرمجه حقت الخلايا، احنا نستخدم فيروس معين عشان ندخله داخل الخليه عشان البرمجه. في البدايه قبل 5 سنوات لما كنا نستخدم الفيروس يغير الخلايا لكن يتعبث قليلا، فكانت عندنا مشاكل. حاليا يعني نجحنا في انه نتجاوز هذه المشاكل، ففي المستقبل القريب لما نتأكد 100% أنه الخلايا عالية الجودة صارت آمنة جدا، أنه ممكن أقول لك أنه أغلب الأمراض اللي موجودة الباركنسون على السكري على الكبد على أمراض طيب. الحبل الشوكي كلها راح تعالج في الاي بي اس. دكتور صفوق بكلمة واحدة، متى نتوقع التطبيق بشكل عام في المستشفيات؟ تطبيق القلب وهذا بدا طبعا، وهذا في اليابان القلب. أيوة. والعيون، فبقيه الاعضاء اتوقع الى 5 سنوات من الان راح تكون منتشره في العالم. ان طيب. شاء الله. ان شاء الله. على العموم طبعا نحن بنشكرك على وجودك معنا الدكتور صفوق الشمريد من اوساكا في اليابان.